هنا في الدوحة لمتابعة هذا الحدث والمشاركة أيضا في بطولة العالم. البدايات يعني والحديث طويل جدا إن صح التعبير ماريان، ولن أطيل عليك بالتأكيد لك الالتزامات، لكن نريد نبذة عن ماريان دراغوليسكو. البداية أعتقد كانت من الكاراتيه إلى الجمباز إلى السباحة إلى الجمباز، والقائمة تطول. كيف كانت بدايات دراغوليسكو؟ My beginnings was بدايتي as you already told كما قيل وكما قلت karate. أنت بالكاراتيه. My mother and my father they used والدتي to do ووالدي sports, you know. A lot of people in Romania كان في رياضة الكاراتيه وكثير من and, من أعرفهم. I remember the karate place was very far from my home. وأذكر أن المكان الذي أتدرب فيه على الكاراتيه كان بعيدا عن بيتنا. وكان هناك قيود ولا يمكن أن نضحك. مارستها لمدة سنة. وكان كانوا يأتون إلى المدرسة ويأخذونني. المدرب أعطاني بطاقة مدرب الجمباز، وكنت أذهب إلى الجمباز كطريقة للهروب من الكاراتيه. ومنذ أول يوم مارست بعد ذلك الجمباز، أحببت هذه الرياضة. وكنت في السابعة أو السابعة والنصف من العمر، وكانت ساحة تدريب الكاراتيه كأنها ملعب، مكان واسع للعب الأطفال. ما حدث بعد سنتين أننا بدأنا حركات الأرضية، وكانت صعبة، وكان كنا نتعرض لإصابات. وأذكر أنني وصلت إلى مرحلة لم أعد أحب الجمباز. ثم ذهبت إلى السباحة بعد أن جاءني مدرب سباحة وأغراني بالتحول. انتقلت إلى السباحة لمدة 3 شهور تقريبا، وذلك لم يعجب والدي، وكان قد استاء لأنني تركت الكاراتيه. وبعد 3 أشهر من السباحة الحرة قيل لي أنه ينبغي ندفع رسوم. وكطفل لم يكن لدي أي أموال، وبدل من أن أقول لوالدي أن أطلب منهما مالا لكي أستمر في السباحة. وهنا النقطة، الانطلاقة كانت من الأوسط الجونيور، وكانت طفرة ماريان دراغوليسكو. قبل الحديث عن الحركة التي رصدت باسمك في قاموس الجمباز الفني، تابعت في التقرير المغربي، ما هي قصة ماريان دراغوليسكو دو ماروكان؟ القصة هي بشرتي، لون بشرتي، لا شيء آخر. لأنني كنت قمحي أو أسمر نوعا ما. الرومانيون عادة يكونون ذي بشرة بيضاء. هي كنية كانت لي عندما كنت صغيرا عدة سنوات، وطلبت بعد ذلك من أصدقائي ومن من أعرفهم أن لا يسموني أو يدعوني بذلك تلك الكنية. ادعوني باسمي. الآن سنتحدث بطبيعة الحال، عندما نقول ماريان دراغوليسكو نتحدث عن 8 بطولات عالم، نتحدث أيضا عن 3 ميداليات برونزية. لكن فيما يخص الحركة،
فيما تمثلت الحركة وكيف رصدت في قاموس الجمباز باسم دراغوليسكو؟ ما هي هذه الحركة؟ هي معقدة نوعا ما. اخترعت هذه الحركة في عام 1999. وكنت أعرف أن ذلك العام كان عاما صعبا بالنسبة لي, خاصة في حركات الأرضية والحصان. هي حركة مزدوجة إلى الأمام, وكنت أراها دائما صعبة, خاصة عندما أنزل مع ظهري على البساط. وكنت أظل في غرفتي وأفكر ما الذي يمكن أن أفعله لكي أحسن القفز الحصان. How the idea came, you know. وهكذا جاءتني الفكرة. I don't know. I just imagine what. تخيلتها. نعم. عندما ألتف. You know. At that time, it was something about like. وفي ذلك الوقت. You know. كانت خيالية. خيال علمي. Very far. وكانت صعبة المنال. Very far with my imagination, and it's. ربما اعتبرتها نوعا من الخيال. And I said, I want to try, you know. سأحاول. Soft. وأضع بعض الأبسطة السميكة. Many times I was landing in my head because. وعدة مرات وقعت على رأسي. At that time, but I remember after 2 months. لكن أذكر أنني بعد شهرين من المحاولات. I presented. This board in. قدمت هذه القفزة. In memorial Arthur Gander in Switzerland. في فعالية في سويسرا في عام 1999. Every jump, every board. وكل قفزة. It has a name, you know. لها اسم. نعم. And I remember I put the number 00, you know, because it. وأذكر أنني وضعت الرقم 00. نعم. And everybody was curious what. وبهذا بالتأكيد لقبت بالتأكيد الأسطورة دراغوليسكو, والحركة سجلت باسم ماريان دراغوليسكو. على كل, ماريان سنبقى معك, سنتابع الوجه الآخر لماريان دراغوليسكو من خلال هذه القراءة وتقرير للزميل إسلام ست. دراغوليسكو ارتقى لمرتبة بطل قومي في بلاده, وهو الذي وشح صدر رومانيا بالذهب العالمي في أكثر من مناسبة. دراغوليسكو ارتقى لمرتبة الشخصية الشعبية المحبوبة في بلاده ليصبح مطلباً جماهيرياً لدى وسائل إعلامها. شخصيته المرحة ورفعة أخلاقها جعلتا منه بطلاً تلفزيونياً أيضاً لتشاهده هنا في النسخة الرومانية لبرنامج الألعاب العالمي Guess My Age. وتتابعه أيضاً في حلقات مثيرة ضمن برنامج التلفزيون الواقع إيجيا إكسبرس, لتكتشف مدى قدرته على تحمل الضغوطات وسط مغامرة آسيوية في أجواء تختلف كثيراً عن أجواء الصالات. ويمكنك حتى مشاهدة جرادوليسكو في إحدى الحصص التدريبية لفريق بترولول بلويشتي لكرة القدم, حيث جعل الساحرة المستديرة أكثر مرونة وليونة. هي شخصية غريبة حتى في إنجازاتها, فذلك الجمبازي الأنيق والرشيق سلك طريقة